مشاهدينا لينا عودة مع حضراتكم مرة أخرى. فقرتنا اللي جاية هتكون مع الإنشاد الديني ومع الابتهال. الحقيقة يعني أنا معايا النهاردة منشد ومبتهل بيتمتع بصوت جميل وهو زياد هاني. هنستمع إلى الإنشاد والابتهال من خلال زياد. زياد أهلا بيك معانا، منورنا ومشرفنا وبنصبح عليك. نورك الله يا أستاذ. اهلا وسهلا يا زياد. يعني خليني اقول بس يعني قبل ما نسمع الانشاد والابتهال معاك، اعرف بدايتك جت ازاي مع الانشاد او مع الابتهال. هو اولا كانت البدايه معايا من السماع، ان انا يعني كنت بسمع المنشدين العمالقه وكبار المبتهلين منذ الصغر، فوالدي نمى فيا هذه الموهبه وبدأ بقى يسمعهم لي أكتر يعني وكده. وبحكم خبرته يعني في الـ في الـ في الصوت وكده، لأن هو أصلا صوته يعني كان جميل جدا جدا، فهو بدأ يسمعني المنشدين والمبتهلين، وبدأت أنا أسمع أكتر وأكتر لحد بقى ما التحقت بفرقة الشرقية للإنشاد الديني تبع قصر الثقافة، والحمد لله بقيت يعني دلوقتي بروح معهم حفلات، ومؤخرا الحمد لله يعني نزلت في الساحه بتاعه الانشاد الديني باذن الله. يعني مؤخرا عملت فيديو كليبين جميل، كان في واحد للام وواحد لرمضان. طيب خليني اقول لك مين من المنشدين الكبار اللي انت بتحب تستمع لهم والمبتهلين ايضا. طبعا طبعا الشيخ محمد عمران، الشيخ طه الفشني، الشيخ سيد نقشبندي. طب خليني اقول لك ده ابتهال في الشهر الكريم. قبل ما اقول لك عاوزين نسمع حاجه في الانشاد، طب الناس بتسال ايه الفرق ما بين الابتهال وما بين الانشاد؟ اولا الابتهال انت تتضرع للذات العليه للمولى عز وجل. أيوة. وبتناجي المولى عز وجل، يعني الابتهال هو مناجاه. انما الانشاد انت بتنشد في حب سيدنا النبي، و بكل انشاد في ايقاع وفي رتم وكده، انما الابتهال بيكون حر، ما فيهوش ايقاع ولا في رتم وكده. يعني نحن نبتهل الى الله طبعا، لكن في الانشاد بننشد في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا بيكون مدح في حب سيدنا النبي، وبيكون في رتم وفي ايقاع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. شهاده اعتز بها والله وسمع صوتي. لا لا والله. خليني ارجع من جديد واقول لك يعني المنشدين مدارس، وانت بدايتك استمعت الى كثير من المنشدين وكثير من المدارس. الى اي المدارس من وجهه نظرك انت بتنتمي؟ من اكثر واجمل واحلى المدارس اللي انا يعني بميل اليها مدرسة الشيخ محمد عمران، الشيخ سيد النقشبندي، العمالقة. الشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي العمالقة. طبعا عاوز اقول لك زياد، يعني عادة احنا بنرتبط بالقديم، يعني لما تتكلم على رمضان هتلاقي نفسك مرتبط باغاني رمضان القديمة، في انك تقدر تقدم اغنية جديدة وتلمس القلب بيبقى الامر صعب. الامر ينطبق على رمضان، ينطبق على العيد، ينطبق على عيد الام. كلنا في عيد الأم ارتبطنا بأغنية القديرة والكبيرة فايزة أحمد، لكن يكون هناك أغنية جديدة تتحدث عن الأم وتلمس القلب فده شيء جميل. أنا بشكرك عليها، أغنية جميلة. الله يكرمك. أنا كلماتها جميلة وحاجة محترمة جدا. أحب أشكر الشاعر العظيم الأستاذ سيد فهيم، هي طبعا كلماته، وهو من أعظم الشعراء اللي في العالم والله. انا بشكرك يا زياد، انت نورتنا وشرفتنا. وبحب اشكر بعد اذن سعادتك أتفضل كل اهلي اللي هم قوتي، ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم. ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك يا رب. اهلي وجميع المنشدين صحابي واصدقائي اللي دايما بيوجهوا لي كل الدعم، وابويا الغالي الاستاذ سيد برعي، والحاج شحاته ابو حامد، اهلي وحبايبي واعز الغاليين ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم، واخويا الغالي اخويا هشام هاني ربنا يسعده يا رب. اسمح لي انا كمان اشكرهم معاك اللي هم قدموا لنا ودعموا وساندوا عشان يظهر صوت جميل زي كده للنور، وتبقى في موهبه زي كده موجوده معانا
النهارده تضيف للانشاد والابتهال ويمكن كمان للغناء الفتره الجايه. مره تانية بشكرك يا زياد، نورتنا وشرفتنا وبنصبح عليك. شكرا جزيلا. الله يكرمك يا استاذنا. انا بشكركم والله، وان شاء الله يعني الفتره الجايه في حاجات اجمل باذن الله. نورتنا مشاهدينا. لحد هنا بنوصل معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من صبح عليك. غدا فريق عمل جديد.